شايف مين اللعيبة اللي كانوا اكتشاف في البطولة دي أو مستواه والله كان لافت في البطولة دي؟ اتفرجت على ادهم حسام، كان كويس قوي، لسه راجع برضو طبعا طبعا. مشاركاته. شفت معاذ ايمن برضو، ولد صغير وجريء، بس بقول له يعني قلل الدخول مع الطوال تحت الباسكت، يعني يحاول يلعب من بره او يحاول يخش ويطلع كوره للراجل الشوتر من بره، لانه لسه برضو يعني قصير صغير شويه، فتبص تلاقي ما ترهقش نفسك بدنيا بالظبط يعني. امامه يعني بالظبط. كتر المحاولات اللي هي بلا جدوى دي العب على بترهقك المضمون، بدنيا. العب على المضمون. معاذ صحيح. وادهم واحمد طبعا، ياسر كيجو وكيجو وانس. وانس طبعا مفيش خلاف على انس انس. يعني كان عمل المباراة الأولى بعيد شوية، بس دخل ورجع تاني. كان المدرب بيريحه، لأنه أعتقد أنه كانت الإصابة مأثرة عليه شوية، لأنه شفت أنا ريحه في 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 الكوارتر الأول والكوارتر التاني، بدأ يستعين بيه متأخر شوية. أنا قلت يمكن عشان الإصابة اللي هي كانت في كتفه ما ترجعلوش تاني، وهو عنده الدوري وعنده بطولة أفريقيا وعنده مشاركات كتير. ربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب يا ان شاء رب ان الله شاء الله. ان شاء اقامه الله. المرحله الثانيه من البطوله واللي بيشارك فيها الزمالك طبعا انها تكون في مصر، ده ليه تاثير على اللاعبين؟ هيفرق معانا بشكل كبير؟ طبعا طبعا. انا لما بلعب في ملعبي وبين جمهوري بدوت بيبقى بيديني تشانس حوالي 50-60%، عارف ملعبي وحافظ ملعبي وحافظ زمايلي وحافظ الجمهور، فده اكيد 100% هيفرق كتير قوي ان انت بتلعب في ملعبك، وخصوصا ان البطوله ست فرق اعتقد، هياخدوا منها اربعه، يوصلوا يعملوا مجموعتين، هم اربعه مجموعتين واربعه، بالظبط. مجموعتين اربعه واربعه من هنا، هيروحوا رواندا يلعبوا 8 فرق، نفس الدوره اللي هي كانت معموله في رواندا السنه اللي فاتت، فده برضو مش وحش، كويس صحيح. كويس.